عزيز المواطن ألف مبروك، بقى عندك حكومة جديدة. عزيز المواطن، غيروا الوشوش وجابوا ناس جديدة تسمع الكلام أكتر من الناس اللي قبلها. هتقولي إيه اللي بيفرق الناس دي عن اللي قبلهم أو عن اللي قبلهم أو اللي قبل قبلهم؟ هقولك ولا حاجة، كلهم يا عزيز المواطن مواطنين أو موظفين بيجيدوا لعب دور السكرتارية، وفي نفس الوقت بيقوموا بدور تاني، دور الممسحة أو دور يعني الحاجة اللي بتاخد الصدمات، بتمتص الصدمات. لما حضرتك تحس بالغضب على السياسة اللي بيقوم بيها عبد الفتاح السيسي في أي مجال في البلد، يطلع الإعلام ويقولك لا السيسي بريء. المفسد والفاسد والفاشل هم الحكومة. فالوزير عندنا ليه وظيفتين، انه يعمل كده ويقول تمام يا فندم ويسمع الكلام، وانه يسمع التهزيق ويسمع النقد من الإعلام ومن المواطنين وما ينطقش. في الشماعة في الخضاضة اللي بيخضوا بيها الناس دي، كل ما تتكلم عن القانون والدستور واللي صح واللي ما صحش والصح والغلط، يبقى انت اخوان. انا اقول لك على حاجة، انا بصراحة انا كنت من زمان كنت مؤيد بقى للسيسي وكده، ومؤيد لأي نظام، يعني للنظام السائد. ليه؟ وكان ليه زمان بقى طلعنا كده، طلعنا لقينا كله كده. الحاجه الثانيه لما نقعد مثلا مع اصحابي على القهوه ولا مجموعه، كنا الاول مثلا نلاقي 2 معارضين وتسعه ولا 10 يعني بيسقفوا للزعيم. دلوقتي بقى ال 11 كلهم معارضين، واخد بالك؟ ولا هم اخوان ولا هم حاجه، بس ظروف الحياه اللي والشكل العام اللي الدوله رايحه فيه، الناس اتعصرت يعني يا ابو نور، راكبين مع سواق اعمى، فهيخبط، واخد بالك؟ هيخبط. طب بأمانة يا ابو نور، انت شاركت في 30/6 وكنت موافق على اللي حصل في 3/7/2013 ساعتها؟ كنت موافق. واللي حصل في 4 كنت موافق عليه؟ انا بقول لحضرتك بأمانة، انا كنت بفتح التلفزيون بتفرج على اللي بيتذاع. ماشي. كنت مدي دماغك ليهم. كان طيب. كله كذب. ايه اللي خلاك تغير رايك؟ الواقع ولا بتتفرج علينا ولا حد قال لك ولا العيشه اللي انت عايشها؟ ما هو البني ادم ربنا ميزه بالمخ. حضرتك انا بفتح القنوات الثانيه ما اقدرش ان انا اتكلم زي ما بتكلم معاك كده. الناس اللي بتتكلم ما بتتكلمش من المريخ، بتتكلم الواقع اللي احنا فيه. يعني هل حد ينكر دلوقتي ان الكهرباء بتتقطع؟ هل حد ينكر الواقع الاقتصادي؟ هل حد يقدر ينكر ارقام الديون اللي على مصر؟ هل حد يقدر ينكر الركود الاقتصادي؟ هل حد يقدر ينكر ان مفيش زراعه، مفيش صناعه، سد النهضة؟ كل الكلام ده امال احنا نجحنا في ايه؟ طيب الراجل اللي كان استاذ كان بيتكلم ابو نور 2014، ابو نور 2014 لو قابل نفس ابو نور 2013 يقول له ايه؟ لا اديله بالقلم هفوقه. كيلو اللحمه كان ب 45 جنيه تمام، والكبده ب 25 النص، واربع طماطم ب 10 جنيه، والبطاطس 4 ب 10 جنيه، والموز 4 ب 32، والبرتقال 4 ب 20، والتفاح 2 ب 40، والجبنه القديمه اللي ما عدناش بنشتريها النهارده كانت ب 40 جنيه، ربع رومي ب 15، نص كيلو حلاوه ب 10 جنيه، والرز كان ب 3 جنيه، تمام كده؟ ب 235 جنيه يا استاذ احمد، يعني اللي كان بياخد 1000 جنيه شوف كان بيعمل له ايه بقى؟ ده الكلام ده سنه كام بقى؟ من كام سنه؟ مفيش، من 13 و14 كانت كده، 10 سنين فتقول لي بقى انت استفدت ايه من منه؟ استفدنا كده، ده انا مش عايز اخش لك على الخامه بتاعت الموبيليا، يعني لو شفت الزن كان بكام والنهارده بكام مش هتصدق، والله العظيم لو قلت لك ما هتصدق، الفرق كبير جدا. كان المتر الزان كان بحوالي 3.5 او ب 4، النهارده ب 28000 متر الزان. كان ب 3500 دلوقتي او 4000 دلوقتي بقى ب 28000. 28000، شوف بقى الاوضه هتتكلف كام وده على حساب مين؟ مين اللي استفاد من الانقلاب اللي حصل؟ هل استفادت الدولة المصرية؟ هل استفاد المواطن المصري؟ هل استفاد في يوم من الأيام الإنسان المصري الفقير الغلبان؟ لو كده تعالوا نفتح الدفاتر ونشوف مين اللي استفاد. كل اللي كانوا حوالين عبد الفتاح السيسي سواء كانوا مدنيين وأغلب العسكريين ما استفادوش، ولا طبعا الشعب استفاد. اللي استفاد هو عبد الفتاح السيسي وبس. مجلس العسكري تم تفويره كله عشان السيسي عارف قد ايه هم خونة، لانهم شاركوه في الخيانة، ولانه خايف على نفسه، مش خايف من الخيانة ولكن خايف من غدر الصحاب الاشقة الزملاء اللي خانوا رئيسهم معاه، فاطاح بيهم كلهم وفضل هو.
هو بس. مش محتاجين اي دلائل ان الموضوع ما مش هينجح ومفيش نجاح، لان نفس المينتاليتي ونفس العقليه اللي من 1952 لحد دلوقتي نفس العقليه. الخبر مش محتاج حضرتك حتى تسالني السؤال ايه اللي احنا استفدناه بعد 11 سنه او ايه، يعني اي حد مش شايف الصوره ومش شايف الهبل والعبط في الكلام وفي القرارات وفي السياسات يبقى بيضحك على نفسه ومش بيضحك على الشعب. لا، الشعب اغلبه فاهم وواعي، حتى الناس اللي شاركت في ما يسمى 30 يونيو اغلبهم الغالبيه العظمى عارفين ان نضحك عليهم، واللي بياخدوا الكراتين والخمسين جنيه وما الى ذلك. المصيبه او الـ الاجابه اللي عندي لحضرتك او الخبر اللي عندي لحضرتك للاسف ان سواء النهارده او بعد 50 سنه او بعد 10 سنين او بعد سنه تاني او بعد واتفر المده مفيش جديد هيحصل ولا في سبيل للتغيير غير ان الناس تطلع والناس تتحرك. الواقع من 10 سنين هو زي ما هو، ما تغيرش. عبد الفتاح السيسي مش شايف حد قدامه، هو شايف نفسه وفهمناه سليمان. انا باوتي العلم من لدن حكيم عليم من ربنا والعياذ بالله بينزل عليه الوحي، شخصيه نرجسيه عنده الانا عاليه قوي، ما اسمعوش كلام حد غيري. لكن انا بس عايز ارد على السؤال بمليون جنيه اللي ناس كتير بتساله كده، وانا شايف ان احنا في موسم الدعوات اللي هو يلا يا جماعه هي الشعب في حاله غضب فيلا ندعو الناس، وده بيترتب عليه تفريغ للطاقة وتنفيس للغضب، وده بيبقى شغل من النظام نفسه بالمناسبة، نطلع دعوات عشوائية والناس هايجة ونستغل حالة الهجان اللي عند الناس فينزل شوية يتقبض عليهم، وكده احنا يبقى بنصب عزائم الناس وتفشل اي دعوات بعد كده لو كانت بشكل جدي. اشكرك والله على وعيك ده. انا بشكرك على الوعي ده اللي انا بحاول اقوله للناس، ان كلمة يلا ثورة هي مش لعبة، لان بنبتزل الكلمة والمعنى. يا استاذ احمد، اكتر واحد من مصلحته ان تحصل دعوة عشوائية للمصريين وينزلوا ويحصل كرر وفر بدون اي وعي وبدون اي تنظيم هو عبد الفتاح السيسي نفسه معاك، علشان يحكم القبضة الامنيه.